هذا الشعار هو التزام وجودنا نحن كجمعية العاصمة للتوحيد بالانخراط الدينامية التي خلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله ولياله، والتي ما فاتت أن تأتي بوكلها باعتبارها أو باعتبارنا جزءا من نسيج المجتمع المدني الخدمي الكهربائي، وهي رافعة للتنمية المسلمة في مدينة العريش. لقد حيث أن صاحب الجلالة جعل من التعلم أو من هذه الصيغة ديال التعلم أنها رافعة أساسية ضمن التعلم الأكاديمي الشعبي الجدي، بما يتأسس على حصر القدرات والمؤهلات ونقل المهارات والثقافة من جيل إلى جيل آخر. إذ كانت جمعية عاصمة الكلباوي تعمل في إطار تشجيع التراث المادي واللامادي وتنقل مهارات الآباء والأجداد في شتى المجالات من الفنون والصيد والتراث الحضاري، وتعمل إلى ترسيخ المشترك اللامادي مع الشعب القطري الشقيق عبر جمعية الأنماط القطرية التي شهدت المشاركة ديالها للدورة العاشرة على التوالي، والتي لم تدر جهدا في مشاركتنا خاصة في الأفراح ديالنا بسيدنا بمناسبة عيد العرش المجيد. كما أن جمعية عاصمة الكلباوي قامت بالتجديد والتشبيب ديال المكتب ديالها، هذا يدخل في إطار ما يسمى بالتعلم، التعلم نقصد به هنا التعلم الأكاديمي ولكن التعلم الشعبي الجيد، من خلال أنها تسلمت القيادة أو تسلمت مفاتيح القيادة من القيادة المحترمة السابقة، من خلال تدبير ونقل المعارف والمهارات التسيير إلى العهد الجديد من الشباب، بعدما تضمن هذا الانتقال من الاستجابة لعمل التعلم بشكل جيد وتحكم في المهارات والقدرات لمدينة العريش. هنا أقف وسأمر إخواني معي لكي نفصل في برنامجنا ونقدم تصورنا لهذا العام إن شاء الله في دورة 11. رقم 325 غادي تكون كاين كرنفال هو الذي يحتضن بصفة عامة الشعار ديال الدورة، هي التراث في خدمة مدينة العريش. غيكون الطريقة ديالو إن شاء الله مع التنمية، وغينطلق من الساحة ديال كوادرو كامينو مرورا بشارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة التهاب. بالنسبة لليوم الثاني غادي يكون كاين افتتاح ديال الخيمة ديال الملوك القطري اللي غادي تكون كاين في حديقة الأسود. كما ذكر السي عبد الواحد بأنها هذه الدورة المشاركة ديالها الدورة العاشرة إن شاء الله اللي غتكون معنا. غيكونوا كاين تما فقرات موسيقية ديال الشباب، وكاين بعض الفقرات اللي كيلقوها هما الشيخ القطريين مثل صبيحة الأطفال ورش السباق اللي غتكون في يوم الأول ديالو. كذلك غادي تكون كاين في نفس النهار يعني الثالث ديال المهرجان انطلاق الفعلي للسهرة اللي غادي يكون يوم 27. لغادي تعرف المشاركة ديال الفنان عبد العالي أنوار وكذلك عبد السلام الساحلي ريفيو. بالنسبة ليوم الرابع غادي تكون كاين مسابقات رياضية في فضاء العمران، يعني في الطريق ديال الطريق الساحلي تاع قصر كبير. كاين كما تكون مسابقة ديال كلاب الصوفي اللي عرفت واحد الإقبال كبير في المنطقة بحكم أنه ولات واحد الظاهرة يعني سنوية، ولو الإخوان يوجدوا لها باش يشاركوا في هذه المسابقة. كذلك كاين المسابقة ديال الرماية بالقص وكذلك الرماية بالهلال. في الأمسية ديال الفنية غادي تكون كاين أوركسترا مصطفى الأصفر ديال مدينة العريش، كذلك كان معنا مدينة العريش الفنان بيكو، كذلك معنا الفنان معيس وكذلك الفنانة الصعيدة رانيا اللي غتكون ضيف ديال هذا الدور إن شاء الله. كذلك في اليوم الموالي ويوم السبت غتكون تتمة ديال المسابقات الرياضية وهو النهائي في مسابقة السلوقي وكذلك الرماية والرماية على الصورة. في الحفل الفني غادي يكون كاين الفنان علي الصامت وكذلك فنان كوميدي ولد مدينة العريش اللي غيكون حصري مؤلف لأول مرة غيشارك معنا هذا الفنان هذا اللي كيعيش في الدول الأوروبية وهو عبد الرزاق الوطني. كذلك معنا الفنانة ديال الشعبين نادية العروسي. في اليوم الأخير غادي يكون ختام المسابقات الرياضية وكذلك الحفل الفني بمشاركة الفنان رشيد العدود وكذلك الفنان عبد العزيز السادات.
كنحاولوا ان شاء الله ننزلوا كل برنامج نحاولوا ديال كل دوره نتوجهوا بجميع الشق ديالو لا الفني ولا الرياضي ولا الفولكلوري بما هو تراثي ونحاولوا نركزوا عليه. كنتمنى ان تكون هذه الدوره هذه متميزه على باقي الدورات. والسلام عليكم. التعلم وكون ان هذا السياق ديال مدن التعلم هو واحد يعني التوجه اللي غادي فيه بلادنا، وحنا كجمعيه وكشباب ولادنا المدينه ولادنا البلاد فبطبيعه الحال حنا نمشيو في نفس التوجه وندعموا هاد الامور هذه. بالنسبه للكاميرا كما ذكر السي انس تقول الانطلاقه ديالو من امام القاعه ديال السعاده مرورا بشارع محمد الخامس وصولا الى ساحه التحرير. الكارنفال السنة هذه إن شاء الله بإذن الله غتكون فيه 40 فقرة، ما نقولش فرقة موسيقية ولكن فقرة فيها الغناء فيها الاستعراض فيها مجموعة من الأشياء، حضرت فيها مجموعة من الفرق المحلية والريجينالية والوطنية، وكاين بزاف ديال الحوايج ما نحرقوش الأحداث، كاين مفاجآت زوينة وأشياء جديدة وعروض اللي راح تلعب لاول مره في مدينه العرايش وفرق اللي راح تزورنا لاول مره في مدينه العرايش. فكنحاولوا كل عام يكون الجديد واخا كنبقاو تقريبا في نفس السياق ديال الفرق، حيت ما كنبغيوش نقصيو الفرق المحليه او الفرق اللي سبقنا نخدموا معاها وصبروا معنا كما كنقولوا رغم كانت يعني صعوبات الظروف وبزاف ديال الاشياء، ولكن كنحاولوا نطوروا من نفوسنا ونقلبوا على فرق موسيقيه واستعراضيه جديده، ونتمنى نكون مع حسن ظنكم ان شاء الله يا ربي. وشكرا. قطعنا نكملوا ونمشيو مزيان. حاجه واحده اخرى اللي كنت نهضر عليها في الاهميه هي بالنسبه للاخوان في الوطنيين، الاخوان في القاعه الملكيه في المساعده للقياده الدينيه، كما كنشكرهم كل واحد عنده واحد ديالو، وهادشي هذا كامل ما نقدرش ننسى المراجع اللي تحت الرعايه السامي صاحب الشجره، هو الراعي الاصلي ديال هاد المراجع. الاشكاليه اللي كاينه اللي كنواجهوها كل سنه هي الاشكاليه ديال الكعب، هادي اللي كتخلينا اننا نعرفوا ان المراجع اللي غنتصنفوا من دابا ولا المراجع ديال العرايش بقا غير غنتصنفوا من دابا صحور ومراجع العرايش. يعني خصنا نمشيو اننا كل سنه كنعانيو نفس المعاناه ديال كل سنه، لاننا في مدينه العرايش ما كايناش غير الشركات الخاصه اللي كتدعم المبادرات ديال الاقتصاد المحترمه اللي تعطي الوكل ديالها بالنسبه لجوده المعاش. هذا الشيء اللي كنحاولوا امكانيات اللي عندنا المجهودات ديال الاخوان كاملين في المكتب والشباب في الجمعيه، اننا كل سنه كنحاولوا نعطيو الجهد لو ماكسيموم بوسيبل باش نزيدوا كل سنه تكون احسن من قبل منها. وهذا القوسين الإشكالية اللي عندنا، نتفضلوا للنقاش.